أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة معكم مع الناس. في حلقة الليلة إن شاء الله نتناول بالحوار واحدا من الملفات الثقافية المهمة. نتحدث عن ملف العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية بعد أن اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتبار عام 2019 عاما للثقافة الفرنسية في مصر. في حوارنا الليلة نتطرق لأهم مقومات العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا، أيضا نبحث في جذور هذه العلاقة وامتدادها في مختلف المجالات، وما يعنيه تخصيص عام 2019 للثقافة والسياحة الفرنسية في مصر. وطبيعة الحال هناك أيضا موضوعات أخرى تندرج تحت هذه العناوين الرئيسية سنتحدث عنها في حينها. ضيفانا الكريمان اللذان سنسعد بهما للحديث في هذا الموضوع دكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات السياسية الدولية، وأيضا دكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة. نبدأ أولى فقراتنا المعتادة بجولة الأخبار، نبدأها هذه المرة من اليوم السابع. السيسي لمنسق الاتحاد الأوروبي: علينا زيادة التنسيق لمواجهة تداعيات الإرهاب. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وأقل السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بالمسؤول الأوروبي مؤكدا الأهمية الخاصة التي توليها مصر لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي في ضوء ما يربطهما من تعاون وثيق في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر. للمزيد من المتابعة ورحب بضيفي الكريم سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير. أهلا بك يا فندم. لعل كما تابعنا في هذا الخبر لعلها مناسبة لإلقاء الضوء مع حضرتك على طبيعة العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، كيف تنظر إليها سعادتك؟ سياسة الجوار اللي بيتبعها الاتحاد الأوروبي هي بتضم دول شمال أفريقيا ومن بينها مصر، وهي تعود إلى عام 2001، وتم صياغة استراتيجية جديدة لعلاقات الاتحاد الأوروبي بدول الجوار الجغرافي في عام 2011 في إطار التطورات اللي كانت بتشهدها المنطقة ومن بينها مصر في ذلك العام. والهدف منها هو انه تعزيز العلاقات اللي تربط الاتحاد الاوروبي بالدول الداخله في اطار سياسه الجوار في ثلاث مجالات رئيسيه. المجال الاول هو الامن، المجال الثاني الاستقرار، والمجال الثالث هو مجال الاقتصاد. العلاقات الاقتصاديه بين دول الاتحاد وبين دول الجوار الجغرافي. وفي عام 2011 تم إصدار وثيقتين، وثيقة عن الشراكة بين الاتحاد وبين دول الجوار في الديمقراطية وحقوق الإنسان والإزدهار الاقتصادي، ثم شراكة في إطار التغيرات اللي كانت بتشهدها المنطقة. تمام. ومخصص للمبالغ المخصصة للمساعدات والدعم بتبلغ 7 مليار يورو، وطبعا هي مربوطة في ارتباط مباشر بين الدعم في هذا الإطار وبين التقدم في ملفات عديدة منها حكم الرشيد، الديمقراطية، حقوق الإنسان، مكافحة الهجرة غير المشروعة. يعني هو حضرتك تعاون مؤسسي متعدد الأبعاد، وطبعا مما لا شك فيه أن مصر من الدول المستفيدة، ومصر حريصة دائما على تعزيز علاقتها مع الاتحاد الأوروبي ومع دول الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد بتأتي في هذا الإطار، إطار تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية. إلى جانب الملفات المهمة اللي سعادتك أشرت ليها في سياق التعاون ما بين مصر والاتحاد الأوروبي سعادة السفير،
هناك ملف أيضا ربما يشهد بعض الشد والجذب بين الحين والآخر، أتحدث عن ملف حقوق الإنسان، لدرجة أنه حتى في بعض التصريحات الأخيرة لمعالي وزير الخارجية سامح شكري بيقول أنه يعني علاقاتنا وثيقة مع الاتحاد الأوروبي ويجب النظر لحقوق الإنسان بشمولية. كيف ترى هذا الملف ولأي مدى يؤثر على طبيعة العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي؟ أنا شخصيا لا أنظر بحساسية لهذا الملف على الإطلاق لأسباب عدة، لعل أهمها نحن وقعنا على كل الاتفاقيات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة. نحن بنشارك سنويا في مؤتمرات المراجعة اللي بيقوم بها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، ومصر بتبقى من الدول اللي بيتم مراجعة سجلها في هذا المجال غرارا ما يتبع مع الدول الأخرى، والدول بتوجه مجموعة من الملاحظات، في بعض الدول بتوجه انتقادات ومصر بترد على الملاحظات وبترد على الانتقادات، وبيبقى تقرير شامل على التقدم اللي بنحرزه في مجال حقوق الإنسان. تمام. من ناحية أخرى نعلم جيدا أنه في بعض المنظمات الدولية، المنظمات الحقوقية الدولية اللي منذ أمد بعيد ليس فقط خلال السنوات القليلة الماضية لكن منذ أمد بعيد بتأخذ مواقف عدائية تجاه مصر، ولا يجب أن ننزعج من التقارير التي تصدر عنها، وإنما يجب التعامل مع هذه التقارير بمنتهى الهدوء ومنتهى الموضوعية، ونقوم بتفنيد كل المزاعم الواردة فيها بدون يعني بدون ما نشعر العالم إن إحنا يعني منزعجين، بل بالعكس إحنا يعني نتعامل مع هذه المنظمات بسياسة النفس الطويل. لكن عموما احنا مش لازم نشعر ان احنا يجب ان احنا دايما نبقى في موقف الدفاع في سجل حقوق الانسان، بل بالعكس. هي المشكله انه الملف ده بين الحين والاخر بيشهد بعض المزايدات بين قوسين، ربما مزايدات رخيصه على مصر في هذا الشان بشكل او باخر، لعل حضرتك يعني سبق واوضحت انه ده ربما مرجعه الى بعض الدول اللي ربما في عدائيات في تفكيرها او توجهها تجاه مصر بشكل او باخر. يعني انا هقول لحد حاجه، يعني اي حد بي 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 على درايه بالملاحظات اللي بتوجه للعديد من الدول في ملف حقوق الانسان، مصر مش الدوله الوحيده اللي بيبدا بشانها ملاحظات. تمام. هذا ملف شائك للغايه، هذا ملف معقد للغايه، في بعض الاحيان بيتم تسييسه ونحن ندرك هذا. طيب. وفي احيان اخرى بيتم التعامل معاه، يعني مثلا دول الاتحاد الاوروبي او المفوضيه الاوروبيه بتتعامل بقى معاه بدون تسييس، ربما في دوله او دولتين في الاتحاد الاوروبي بتسيسه في مواقف معينه، بس ده لا يسري على الاتحاد كاتحاد اوروبي كمفوضيه اوروبيه. ما اريد ان اشدد عليه إن لا غبار إطلاقا إن إحنا نتواصل بصفة مستمرة مع كافة الأطراف الدولية، سواء كانت دول سواء اتحادات سواء منظمات حقوقية في هذا الملفات، في هذا الملف والملفات الأخرى. طيب أخيرا سعادة السفير، هل يمكن القول إنه من بين دول الجوار التي تسعى أو يسعى الاتحاد الأوروبي لتوطيد علاقاته بها، من بين هذه الدول تبقى مصر مميزة عن سائر كل هذه الدول أو لها أهمية خاصة في نظر الاتحاد؟ مصر الاتحاد سياسة الجوار الأوروبي هي مقصود بيها حضرتك إن تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول اللي غير المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بينظر إلى كما تعلم حضرتك سياسة الجوار، في سياسة الجوار مع الجناح الجنوبي، مع الضفة الجنوبية للمتوسط اللي هي دول شمال افريقيا 11 دوله، وفي حضرتك الجزء الخاص بست دول في شرق ووسط اوروبا.
الاتحاد الأوروبي بينظر إلى مصالحه، هو يريد الهدف الأساسي من سياسة الجوار هو تأمين حدود الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار. وهنا تأمين الحدود مش تأمين بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما إن هو يخلق حول الحدود الاتحاد الأوروبي مناطق أمن، مناطق استقرار، ومناطق ازدهار اقتصادي. احنا في هذا الإطار الواسع، احنا مصر طبعا مما لا شك فيه هو مصر بحكم حضارتها، بحكم دورها، بحكم ثقلها، لها وضعية خاصة. لكن من وجهة نظر المفوضية الأوروبية هي بتتعامل مع كافة دول الجوار على قدم وساق. يعني عندما نتناول هذا يجب أن نضع في الاعتبار أن في علاقة طردية بين المساعدات وبين الإصلاحات، بمعنى أنه في عام 2011 بقى في هذه العلاقة، بقت علاقة الاتحاد الأوروبي على استعداد يقدم مساعدات في إطار سياسة الجوار، لكن مقابل هذا الدول الجوار يجب أن تشرع في إصلاحات، في تطوير، في انتهاج الحكم، مبادئ الحكم الرشيد. نعم. هو ده حضرتك الإطار العام. تمام. اللي بتتحرك فيه سياسة الجوار الأوروبية. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المشاركة معنا. الخبر التالي ربما يرتبط أيضا بشكل أو بآخر بطبيعة العلاقات المصرية الأوروبية. تصريح لمعالي الوزير سامح شكري من الشروق: نرتبط بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي ويجب النظر لحقوق الإنسان بشمولية. قال سامح شكري وزير الخارجية أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لهم علاقات وثيقة مع مصر سياسيا واقتصاديا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريكا اقتصاديا لمصر، وتربطه بمصر واجهت تحديات مشتركة مما يحتم استمرار التفاهم والحوار والعمل المشترك. من مبتدأ البرلمان الكتالوني يقبل قرار إسبانيا بحله. أعلنت السلطة التشريعية الكتالونية أنها قبلت قرار الحكومة الإسبانية بحله ووقف عمله حتى إجراء انتخابات مبكرة جديدة. وقد تم إلغاء اجتماع مجلس رئاسة البرلمان المقرر غدا الثلاثاء، وأقلت الهيئة التشريعية إن اجتماع مجلس الرئاسة قد تم إلغاؤه بعد حل البرلمان. من سكاي نيوز نتابع: أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة، حيث أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وحكومته. وقال بيان أميري: تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة. وأقدم رئيس الوزراء استقالته للأمير عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمة كان من المقرر أن يتم فيها التصويت على طلب بطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح. للمزيد من المتابعة لهذا الموضوع أيضا أرحب ضيفي الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت، دكتور عبد الواحد خلفان المحلل السياسي الكويتي. أهلا بك دكتور عبد الواحد. مساء الخير. أهلا بك فندم. استقالة الحكومة على هذا النحو هل جاءت تحاشيا لطرح سحب الثقة أو طرح الثقة في معالي وزير الإعلام؟ مساء الخير. الحقيقة استقالة الحكومة جاءت نتيجة عدة مبررات دستورية حسب الدستور الكويتي. نعم. طبعا الاستقالة جاءت على أثر تقديم الاستجواب في أول جلسة للبرلمان. حدث هناك استجواب، هناك أداة سياسية لدينا في الكويت هي أداة الاستجواب. نعم. تقدم لهذا الاستجواب لنائبين بالبرلمان الكويتي واستطاع أن يفند الوزير. استجواب للحكومة أم لوزير الإعلام بشكل خاص؟ استجواب لوزير، هو وزير الإعلام بالوكالة ولكنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. كان بخصوص إيه معالي الدكتور؟ هو كان استجواب شامل لقضايا محلية كثيرة، محاور كثيرة تناولت السياسة، سياسة الحكومة،
في مجموعة محاور مختلفة، ولكن النتيجة التي وصلت إليها هذا الاستجواب هو طرح الثقة بهذا الوزير. هناك 28 نائبا طرحوا الثقة، وهي تشكل نسبة كبيرة، نسبة كافية لطرح الثقة في الوزير الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، وهو من الأسرة الحاكمة. طبعا استقالة الحكومة بعد، لأن لم تطرح الثقة بشكل رسمي، الثقة كان يفترض أن تعقد الجلسة اليوم لتصويت على طرح الثقة من خلال في البرلمان، ولكن الحكومة استقالت برمتها. كان هناك إمكانية أن يستقيل الوزير وتبقى الحكومة، ولكن الوزير لكن الحكومة استقالت برمتها. مرة أخرى يا دكتور، هذه الخطوة تأتي تحاشيا لسحب الثقة في وزير الإعلام؟ بالضبط، بكل وضوح، نعم، تحاشا لطلب طرح الثقة، لأنه إذا حضرت اليوم الحكومة ولم تستقيل كان عليها واجبا دستوريا التزاما أن تحضر لطرح الثقة، وكانت الأصوات هناك أصوات برلمانية كافية لطرح الثقة في الوزير. يبقى أن توضح لنا إذا أذنت لي أيضا هذه الخطوة، طالما كان بالإمكان أن تبقى الحكومة كما هي ويتم سحب الثقة من وزير الإعلام فقط، أو يستقيل وزير الإعلام فقط وتبقى الحكومة، كان بالإمكان، يعني دلالات هذه الخطوة لماذا أقدمت عليها الحكومة؟ نعم، كان بالإمكان أن يستقيل الوزير لوحده وتبقى الحكومة، لكن كان واضح أن هناك عدد من الاستجوابات القادمة لوزراء آخرين، ولذلك ارتأت الحكومة أن تستقيل بجميع الوزراء تحاشيا لسقوطها ربما في الاستجوابات القادمة أيضا، وأيضا لإيصال رسالة حول أن الشخص المستجوب الشيخ محمد عبد الله المبارك وزير الإعلام الوكالة وزير الدولة لمجلس الوزراء هو شخصية مهمة. انصدمت، يعني هناك كانت صدمة للحكومة، لم تعتقد الحكومة بأن تستطيع المعارضة أن يعني تحضر هذا العدد الكبير من النواب في موضوع طلب طرح يعني الشكل. يمكن القول أنه لسان حال الحكومة في هذه الخطوة كأنها تقول بيدي لا بيدي عمر. هي هذه الرسالة، أنكم لن تستطيعوا بهذه الأصوات أن تطرحوا الشكل. نحن كان استقالة الحكومة أن تكون هي السباقة في الأمر، ولكن الآن هناك أزمة سياسية الآن في الكويت، دخلنا في دوامة جديدة في أزمة سياسية، خصوصا يعني هل الحكومة الآن يعني دستوريا ليس هناك جلسات للبرلمان، الدستور الكويتي يشترط حضور الحكومة، الحكومة مستقيلة، إذا ليس هناك حكومة بالمعنى الدستوري، تمام، فلذلك لن تحضر الحكومة جلسات البرلمان، إذا لا يمكن عقد جلسات البرلمان الكويتي، ولذلك هناك كلام عن أن هذه الأزمة ستطول ربما لأسابيع عندما تتشكل حكومة جديدة. طيب برأيك وتقسم أمام سمو الأمير القسم الدستوري حتى تصبح حكومة يعني دستوريا سليمة، فلذلك هناك أزمة سياسية جديدة الآن نحن نواجهها. برأيك دكتور، برأيك سمو الشيخ أمير البلاد في من سيضع ثقته لتشكيل الحكومة الجديدة، يعني الشخصية المرشحة الآن؟ نعم، هناك يعني هذه طبعا قضية خاصة بسمو أمير الكويت، هو يكلف شخصا من الأسرة الحاكمة بتشكيل الحكومة. في أسماء بعينها مرشحة؟ يعني لا أستطيع أن أخوض، لأن هذا الأمر خاص بسمو الأمير، وليس يعني هي محل يعني اقتراحات أو محل تخمينات. لا، إنما الكل ينتظر. ما أبحث عنه مع حضرتك، هل هناك أسماء بعينها ربما تلقى قبول ربما تلقى قبول لدى المعارضة في هذا التوقيت بالذات؟ يعني هو رئيس يعني هم
مجموعة أسماء، ولكن أبرزها طبعا يمكن ربما الشيخ جابر المبارك الرئيس الوزراء الحالي، هما يعني هو ربما يكلف مرة أخرى لتشكيل الحكومة. لا نعلم هذا الموضوع، عند سمو الأمير، وإحنا كل الكويتيين بانتظار أن يكلف رئيس الوزراء الجديد لتشكيل حكومة جديدة. الدستور حدد الدستور الكويتي حدد سقف زمني لتسمية رئيس الحكومة، أم أن الفترة مفتوحة حسب ما يريد؟ لا، هي دستوريا لا يمكن تجاوز شهر واحد. ولكن يعني نتوقع خلال يعني الأيام القليلة القادمة أن يكلف سمو الأمير أحدا لتشكيل الحكومة، ربما في الساعات، في اليومين القادمين، في الأيام القادمة. أشكرك. لم يعني نتمنى لم تطول، لأن يعني هناك أزمة سياسية، هناك برلمان لا يعقد، وحكومة الآن مستقيلة، فلذلك الكل يعني ينتظر كيف ستحل هذه الأزمة السياسية الجديدة في الكويت. نتمنى إن شاء الله كل الخير للكويت. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الواحد خلفان، المحلل السياسي الكويتي، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الكويت. معنا في هذه الجولة موقع البوابة نيوز، ونتابع منه ملك البحرين يحسم موقف بلاده من قطر. أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتذار بلاده عن حضور أي قمة أو أي اجتماع خليجي تحضره قطر، المتهم نظامها بدعم الإرهابي والتعاون مع إيران لضرب استقرار المنطقة. وأقل الملك حمد اليوم الاثنين: يتعذر على البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعد إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول. كده بننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نبدأ معكم الحديث في طبيعة العلاقات المصرية الفرنسية. تاريخ ممتد ومنتظر في عام 2019 أن يكون عام للثقافة الفرنسية والسياحة في مصر. ابقوا معنا. إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لأكثر من 200 عام تمتد العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية التي تركت أثارا كبيرة على الجانبين، من أبرزها في بلادنا فك رموز حجر رشيد الذي فتح باب معرفة الحضارة المصرية القديمة على مصراعيه، فضلا عن إدخال الطباعة إلى مصر مما ساعد على تحقيق نهضة علمية وثقافية واسعة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المجالات التعليمية والثقافية منذ عصر محمد علي باشا وحتى يومنا هذا. تأكيدا على عمق هذه العلاقات، جاء اتفاق الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون على اعتبار عام 2019 عاما للثقافة والسياحة الفرنسية في مصر. يسعدنا أن يدور موضوع هذه الحلقة عن العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا، وأيضا محاولة منا لاستقراء مستقبلها انطلاقا من حاضرها وتاريخها الطويل. أرحب ضيفي الكريمين اللذين نسعد بهما الحديث في هذا الموضوع. دكتور سعيد اللوندي، خبير العلاقات السياسية الدولية. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا بك. أرحب أيضا ضيفنا الكريم دكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة. أهلا بك دكتور أنور. أبدأ معك دكتور سعيد في البدايات، بدايات العلاقات ما بين مصر وفرنسا. البدايات ربما كانت عسكرية بشكل واضح وصريح، حملة لويس ثم الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، لكن ما لبثت العلاقة إلا أنها بدأت يعني تتطور ويكون للثقافة حضور طاغي فيها. فهترك لحضرتك مساحة كده تطوف بنا حول يعني جذور هذه العلاقة ما بين مصر وفرنسا. يعني في البداية أحب ألفت انتباهي لأن الدكتور أنور صديق وزميل، وكان معي في باريس بنعد رسالة دكتوراه في الفلسفة بشكل بآخر، وأعتقد أنه كان بارع وكان أستاذنا كلنا رغم أنه كان زميلنا يعني، لكن أنا سعيد جدا بإني ألتقي به في هذا اليوم ونلتقي حول شجرة الثقافة الفرنسية اللي نهل منها كتير وأنا كمان نهلت منها وما نزلنا جميعا حتى هذه اللحظة. واضح أنكم ما تقابلتوش بقالكم فترة.
مش بتشفع بقالها سنة عشان كده كان عشان كده لازم تحيي التحية. لكن بدون شك العلاقة بين باريس والقاهرة فيها درجة كبيرة من الخصوصية. يعني مثلا علاقة مصر بأسبانيا، علاقة مصر بألمانيا، علاقة مصر بإيطاليا مختلفة تماما عن علاقة مصر بباريس. دائما ليس يعني فولني كان في القرن ال 18 وكان متأثر بنابليون بونابرت، وكان هو صاحب تعبير أن مصر ذرة الشرق. وأعتقد أن بشكل أو بآخر لو قفزنا على التواريخ وجدنا فرانسوا ميتران كان مهتم جدا بمصر، وكان يحرص يقضي الفاكانس أو الأجازة بتاعته مع أسرته هنا في فرنسا في مصر، في أسوان يعني مطلع. في أسوان تحديدا يمكن مرة كل عام قعد 5-6 سنوات يكرر هذا الشيء. يا جاك شراك عندما كان رئيسا لفرنسا كان دائما يسمي مصر هي دار الحكمة، باعتبار أن كل ما فيها هو حكيم بشكل بآخر. هكذا كان يرى جاك شراك. لكن بدون شك فرانسوا أولاند كان يسعد كثيرا بعلاقته بمصر، وكان حريص على حضور مناسبات مثل قناة السويس الجديدة، لأن في هناك نوع من النوستالجيا أو الحنين، الحنين الفرنسي تجاه قناة السويس بالذات، ناهيك عن يعني ماكرون الذي يعتبر امتداد له. كان علاقته الأخيرة أكدت يعني تدشين صفحة من العلاقات الثقافية، ولا يعني صفحة جديدة من العلاقات الثنائية العميقة جدا بين مصر وبين فرنسا بشكل أو بآخر، التي كان فيها الرئيس السيسي يعني عدة أيام في هذه الفترة. أيا كان الأمر، أعتقد أن العلاقات الثقافية مصر فرنسا بالذات تنظر للقوة الناعمة المصرية يعني نظرة مختلفة تماما. كلنا يذكر أن الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي ذهب إلى هناك، أيضا عميد المسرح العربي توفيق الحكيم، الدكاترة هكذا يقولون زكي مبارك ذهب أيضا لباريس. إذا كل أنا كان هناك مستشرق اسمه جاك بيرك، الدكتور أنور يعرفه، كان يقول تحت كل حاجة في باريس حكاية شخص مصر. يعني أعتقد أن اختلاط الثقافات بشكل أو بآخر مع فرنسا كان مهم للغاية، وعشان كده دي فرشة لما يمكن أن يتم الحديث عنه في طبقة العلاقات المصرية الفرنسية. لكن أنا برضو دكتور أنور مهتم بفكرة أنه البدايات كانت عسكرية، فحابب حضرتك يعني أسمع تأملك في المسألة دي. هل ده ممكن يكون ليه تأثير بشكل أو بآخر على طبيعة العلاقات فيما بعد؟ يعني العلاقات ما بدأتش تعاون ثقافي طبيعي بشكل طبيعي، لكن بدأت بفكرة الغزو والسيطرة من قبل قوة كانت مهيمنة في وقتها على مقادير كثير من شؤون العالم، تدرك قيمة مصر في موقعها الجغرافي والاستراتيجي الآخر ده كله. فلعل حضرتك حتى قبل أن نبدأ يعني ذكرتنا بحملة لويس وحملة نابليون بونابرت، هذه البدايات العسكرية ليها شكل أو بآخر أو تدعوك للتأمل من أي زاوية في وضع بذرة العلاقات المصرية الفرنسية؟ بالطبع يعني، لكن بعد يعني المدخل الرائع للدكتور سعيد اللويندي هو يعني هرب منه يعني طبيعة العلاقات بتوضح ان احنا بلا شك في علاقة استثنائية ما هي زي اي بلدين يعني. تمام. لكن اشارة حضرتك لانه العلاقات بدأت في نوع من الغزو وعلاقات عسكرية طبعا مع الحملة الصليبية الخامسة للويس التاسع اللي أسر في المنصورة. الخمسة ولا التاسعة؟ لا الخمسة، هو التاسع، هو اللي التاسع، لكن الحملة هي الخمسة واللي طبعا يعني شجرة الدر يعني في فترة الانتقال من الدولة الأيوبية للدولة المملوكية انتصرت عليهم. بعد كده جت تاني الحملة الفرنسية بقيادة بونابرت، ثم بعد كده في يعني لحظات توتر كتيرة جدا في العلاقات السياسية، وده بيدفعنا بقى لان احنا نفرق بين السياسه والثقافه. السياسه بتبقى مليانه ب يعني ذبذبات، اما في يعني توافق وتدعيم لمصالح ومسانده في المواقف السياسيه، يا اما في توترات واشكال من العدوان. فاحنا لو استعرضنا التاريخ هنلاقي حمله لويس التاسع، وهنلاقي حمله الفرنسيه، ثم بعد ذلك اتفاقيه سايكس بيكو اللي تم فيها تقسيم الوطن العربي، ثم بعد ذلك العدوان الثلاثي على مصر، وكلها حاجات يعني فيها بالفعل صراع وصراع مسلح
بين مصر وفرنسا. لكن لو حبينا نشوف التأثير الثقافي هنلاقي هذه اللحظات النادرة في التاريخ، لأنه تاريخ طويل، ودي بتبقى لحظات تأجج وقتي بسرعة ما تهدأ. ونيجي بقى نشوف العلاقات اللي بتتم بشكل طبيعي في الحياة اليومية بعيدا عن لحظات التوتر، فنكتشف أنه الثقافة دورها كبير جدا وأبقى وأكثر تأثيرا وأعمق من السياسة. يعني مثلا حضرتك مجرد فن الرواية دخل بعد ترجمة الطهطاوي لرواية تليماكس، ثم بعد ذلك ترجمة المنفلوطي للروايات في ظلال الزيزفون وكل الحاجات دي، وبدأ المصريين للرواية. المسرحيات، حتى المسرحيات الشعبية بتاعت نجيب الريحاني السكرتير الفني والجنيه المصري وأبو حلموس، كل دي روايات فرنسية، ومن براعة يعني بديع خير في ترجمتها المصرية، احنا بنفتكرها مصرية لحد دلوقتي، وهي دي كانت بداية انطلاق المسرح المصري. طب تقدر تقول حضرتك انه ده راجع لقدرة العقل المصري على تجاوز مرحلة الأزمة زي ما حضرتك بتقول؟ بمعنى ايه مثلا؟ يعني محمد علي باشا الحملة الفرنسية انتهت وتولى هو حكم مصر، لكن الرجل لم يجد غضاضة في فكرة التعاون الممتد، بعثات ثقافية وربما أيضا تعاون عسكري أو مشابه، أنه واخد خبرة عسكرية من أوروبا أو إلى آخر ده كله. يعني تجاوز فكرة أن أنت كنت دولة محتلة وتسعي للهيمنة والسيطرة. هل ده راجع لفكرة العقل المصري نفسه، ولا فرنسا بشكل أو بآخر جدت اللعبة على كل الاتجاهات؟ يعني والله من الطرفين طبعا، في يعني نوع من بعد النظر عند محمد علي انه يرغب في الحداثة، وعشان الحداثة هناك يعني اماكن فيها العلم وفيها المعرفة وفيها الكفاءة والخبرة اللي احنا محتاجينها، يبقى إذن نبعت الناس عندهم، ولا مجال بقى للغضب. لكن ما بعتش لبريطانيا مثلا؟ لا، وبعت لإيطاليا شوية قبليها، لكن يعني هو مع فرنسا يعني استراحوا مع بعض ممكن. الحاجة الثانية تقدر تقول يعني مسألة قدرية بالضبط. الحاجة الثانية انه في مثلا تجربة السان سيمونين في مصر من 1832 ل 1836، دول مجموعة من المهندسين والأطباء المتربيين تربية ممتازة، وكانوا اشتراكيين عندهم أفكار طبوية، وفرنسا غضبت عليهم قالت لهم يا السجن يا تمشوا من البلد. فجوا مصر وجاءوا إلى مصر يعني متطوعين تماما، اقترحوا على محمد علي ثلاث مشروعات لتحديث مصر: القناطر الخيرية، السكة الحديد، حفر قناة السويس. وهم مهندسين وجابوا له كل الرسومات والبيانات والحاجات دي تمام. وتطوعا هنا مش الحكومة الفرنسية، لكن الناس نفسها بنوع من يعني محبة الإنسانية وخلق جسور بين الشعوب وتجاوز الخلافات طرحوا هذا. ومحمد علي طبعا بنى القناة الخيرية تحت إشرافهم، وخد منهم امتياز قناة السكة الحديد، ادى لإنجلترا عشان ما يبقاش أسير لفرنسا دايما، ثم أجل قناة السويس خوفا من التدخل الأجنبي. لكن ده يعني هذا النوع من التعاون اللي بعد كده ترك أثره، لأنه مدرسة الألسن كان يديرها مصريين وفرنسيين. عندنا مجلس التعليم العام اللي هي أول وزارة التعليم، كان فيها أمبير باشا وكان فيها رفاعة الطهطاوي وصالح مجدي، يعني كان حتى سياسة التعليمية في مصر مصبوغة بالصبغة الفرنسية هنا، لأنه طبعا محمد علي عايز يعني يعمل التعليم العلماني اللي هو بيجمع في فصل واحد يهود ومسلمين ومسيحيين. واحنا مش هنودي الناس الكتاتيب والكنايس ويطلعوا مش في أمة، كل واحد في دينه ويكفر التاني. انت عشان تعمل بلد متلاحم لازم تعليم علماني يعني موجه للجميع بصرف النظر عن دينهم. وهنا كان مين اللي بيحط بقى برامج التعليمية؟ كان الفرنسيين بالتعاون مع النخبة المصرية المثقفة. علماني هنا بس ما تعنيش الكفر او الخروج من الملة، لا خالص، لا ده معناه مش تعريف، مش وقت البحث في لا ليس تعليما، بس بوضح الفكرة. لا ما هو ما هو ما انا قصدي حتى بستخدمها لانه دي معناها ملاش علاقة بالكفر، معناها التعليم موجه لابناء الامة بصرف النظر عن دينهم فقط. طيب حضرتك اشرت يا دكتور سعيد انه يعني عشت انت في فرنسا وتفاعلت ايضا مع الشعب الفرنسي، وربما ليك صداقات مع بعض الفرنسيين كحال دكتور انور وكحال مصريين كثيرين. عايز اعرف على المستوى الشعبي يعني طبيعه نظر الفرنسيين للمصريين ازاي؟ شايفين المصريين ازاي؟ او بمعنى اشمل اذا كان لحضرتك يعني قراءه سياسيه اشمل، طبيعه العلاقات ما بين الشعبين بشكل اشمل واعم. يعني أتيح لي أن أعرف هذا عن قرب، حيث كنت أعمل رئيسا للجالية المصرية في فرنسا، وأعتقد بشكل بآخر السجون الفرنسية خالية تماما مثلا من أي مصري إطلاقا. يعني الشيء الثاني أن حتى رجل البوليس الفرنسي عندما يلتقي مع إنسان مصري عادي جدا في الشارع شانزليزيه مثلا أو مونبارناس، أحياء هناك مشهورة جدا في فرنسا،
يعني يعطي له التحية العسكرية ويسأله على إمكانيات معينة عن أوراقه وعن عن عن إلى آخره، ويفرق بين المصري والمغربي واللبناني إلى آخره باعتبار أن المصري أكثر مسالمة من أي إنسان آخر. يعني السجون فيها ربما غير مصريين كثيرين جدا، لكن المصريين لا يوجدوا إطلاقا في هذا المجال. الشيء الآخر أن المواطن الفرنسي العادي عندما كان طفلا صغيرا في المدرسة الابتدائي أو الإعدادي كان يدرس وما زال يدرس تاريخ مصر، ولذلك أول رحلة يمكن أن يقوم بها بعد أن ينتهي من دراسته رحلة إلى مصر. لماذا؟ لأن ده حلم حياته عندما كان طفلا صغيرا. فتلاقي معظم الفرنسيين راحوا منطقة الأهرامات، يعرفون تاريخ مصر جيدا، يعرفون أشياء كثيرة قد لا يعرفها المصري. القح مثلا احنا ما نعرفهاش وما ظنهاش، وللاسف وعمر مثلا ما رحت المتحف المصري، هم راحوا المتحف المصري. اسمح لي بس عشرات، افتح قوسين سريعا، وللاسف كثير من المصريين ما عرفوش المعلومه دي، انه تاريخ مصر ودرس من فترة الابتدائي مثلا في مدارس الفرنسية. بالظبط. فده شيء مهم على أساس أنه يعني المصريين يكونوا يعني مهيئين لفكرة أنه هذا الفرنسي اللي جاي يزور البلد يدركوا حجم وقيمة البلد من وجهة نظره. يعني جاي يزورها لأنه عرفها قبل كده نظريا. فده لازم نظهر أمامه مظهر مشرف أو بشكل جيد يعني. تفضل. نعتقد ومثلا شامبليون واللغة الهيروغليفية، يعني أشياء كثيرة جدا. مصر مختلطة بحياة المواطن الفرنسي العادي، يعني سفروا إليها كفاكانس أو كأجازة يمضيها بين ربوع القاهرة، يعني تذكر جيدا. حتى والدكتور أنور يمكن يشاركني في هذا، المكان يعني محرر المرأة قاسم أمين هناك، وبعدين أرى كتاب جد يعني عن واحد كتب عن البوابين في أسوان وانزعج جدا، المصريون، كتاب اسمه المصريون، فانزعج جدا إن هو ساب مثلا الأماكن اللي فيها السكن والعمران والتلفزيون المصري والإذاعة أشياء كثيرة جدا نفتخر بها، وكتب عن ناس مهمشين بشكل بآخر، ووضع كتابا للرد على كتاب المصريون. يعني أعتقد بشكل بآخر كان هناك جدل، لكن الشيء الذي أنا نستطيع أن أختلف معه أن هناك تقدير كبير للقوة الناعمة المصرية، الثقافة بشكل عام، القراءة، لأن فرنسا كانت تعتمد على إرسال فيلم، أغنية، قطعة موسيقى، كتاب إلى آخره. حتى عندما كانت في الجزائر كانت دائما تعتمد على هذا، لا تعتمد بالدرجة الأولى على الدبابة أو المدفع كالإنجليز بشكل آخر، لأن مثلا مكان احتلال الإنجليز عندنا كنا نبص من بلكونا نلاقي العسكري الإنجليزي موجود، لكن نروح المكتبة تاني يوم هنلاقي كتاب فرنساوي موجود، وأعتقد أن هذا ما زال موجود. طب على المستوى المصري يا دكتور أنور، المصريين كيف ينظرون إلى الشعب الفرنسي أو المجتمع الفرنسي؟ هل هناك شيء من المودة أو المحبة حاضرة في نفوس المصريين تجاه الفرنسيين دون عن بقية شعوب أوروبا؟ طبعا، يعني هو حضرتك في مستويات في النظر للثقافة الفرنسية. في أولا عندنا النخبة المصرية المثقفة، رواد النهضة، كلهم فرانكوفون، لطفي السيد وقاسم أمين وسعد زغلول ومحمد عبده ومحمد حسين هيكل وطه حسين، كل دول يعني. وكان حتى يعني تمسكهم بالثقافة الفرنسية نوع من التظاهر الضمني ضد الاستعمار الإنجليزي. فكانوا يعني يكتبوا وما يحبوا يكتبوا عن حد، يكتبوا عن الفرنسيين، عن جان جاك روسو، عن بقيه فولتير، ديكارت، ليه؟ عشان بس يقولوا للانجليز انه في ثقافه بديله وحديثه ولكنها لا تستعمرنا. في مستوى تاني عند الطبقه الارستقراطيه، انه كانوا ساعتها مدارس الارساليات هي اللي بتعمل تعليم كويس، فكانوا المصريين الميسوري الحال بيبعتوا أولادهم للمدارس دي، فبيطلعوا الطبقة الأرستقراطية تتكلم فرنساوي، وبالتالي الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة بتقلد هي كمان، فيبقى برضو استخدام المصطلحات الفرنسية والكلام الفرنسي والموضة الفرنسية مسألة مطروقة.
الحاجة الثانية انه فرنسا كانت يعني لها حضور فني كبير جدا، ما اعرفش حضرتك تفتكر يعني احنا في الستينات والسبعينات كان نجوم فرنسا زي ألان ديلون وجان بول بولموندو وبرجيت باردو موجودين في السينمات عندنا وبنشوفهم. دلوقتي تعالى اسأل اي واحد مصري عن اي نجم فرنسي ما حدش هوليود مسيطر، او حتى بس الاسماء بس الاسماء دي اعتقد لسه حاضره وبقية حتى طبعا، بس انا قصدي حاليا ما زالت فرنسا بتنتج سينما لكن للاسف مش متاح لينا نشوفها في اي دار سينما نتيجه لسياده منطق الفلوس وهوليود، لكن قصدي انه كان لها حضور منطق الفلوس. بمعنى ايه؟ معلش وضح لي. بمعنى انه اي واحد كنت متخيل انه يعني الافلام الفرنسيه تراجعت برغبه فرنسيه، انه مش يعني لا خالص يعني مش لا عايزة لا برغبه باصحاب دور العرض وده حقهم يعني. واحد يقول لك طب انا اجيب فيلم فرنسي ولا ايطالي وبعدين يخش لي خمسة ستة كل حفله، طب ما نجيب واحد فيلم فيه ضرب وتكسير امريكي وحمله الصاله. بس انت حتى حضرتك تلاحظ انه حتى في قنوات 24 ساعه بتعرض افلام اجنبيه هوليووديه باللغه الانجليزيه. طبعا مفيش قنوات ممثله مثلا باللغه الفرنسيه. باللغه الفرنسيه في تي في 5 وفي نو ايوه بس دي موجوده على الصحيح مش منتشره بالظبط. مش منتشره هو اساسا القنوات الثانيه يعني. وده اللي ممكن نامل فيه في التبادل في عامل الثقافة المصرية الفرنسية ان يبقى في نوع من الدعم لهذا التبادل بان يبقى تيجي افلام فرنسية حتى ولو بدعم الدولة بس يبقى في حضور للفن الفرنسي. كان زمان في برنامج اسبوعي برضو مخصص في التلفزيون المصري عن طبعاً. الثقافة الفرنسية اعتقد كان اسمه بانوراما فرنسية تقريبا. بانوراما فرنسية بالظبط برضو ده كان بس برضو كان حالة يعني في ظل يعني غزو ثقافي هوليودي حتى هذا النذر اليسير لم يعد موجودا ودي بقى المشكله، انه بالعكس احنا عايزين بقى يعني الواحد فاكر انه كان بيشوف افلام ايطاليه وسويديه في دور عرض مصريه دلوقتي خلاص ودي مشكله كبيره جدا. طيب انت حضرتك كده وصلنا لمستوى الطبقه البرجوازيه وبعد كده الطبقه الشعبيه في انه كان متاح اليها التعرف على الفن الفرنسي وعلى الاغاني الفرنسيه، ودلوقتي هذا التعرف اصبح يعني اقل، لكن بيظل طبعا الفكره السائده يعني عن فرنسا انه لها يعني وزن ثقافي اكبر من حجمها على مستوى العالم. يعني هي فرنسا نص مساحه مصر، عدد سكانها حوالي 60 مليون، ورغم ذلك حضورها الثقافي على مستوى العالم كبير جدا اكبر من حجمها الفعلي. وده طبعا راجع طبعا لتراث كبير وعلى اتقان فرنسا لفكره تقديم نفسها من الناحيه الثقافيه. يعني احنا في المركز القومي للترجمه مترجمين كتب من 35 لغه. الانجليزي طبعا بيوصل لحوالي 45%. هيمنه برضه. طبعا هو الانتاج الفكري بالانجليزي كتير. لكن الفرنساوي بيوصل لحوالي 20% ودي نسبه مش قليله. وفي ترجمات باللغه الانجليزيه لبعض الاعمال الفرنسيه يعني برضه. هذا طبعا كتير جدا كتير. ده هم حتى بيقولوا الفلاسفه الفرنسيين بيشتهروا في امريكا وبعدين يرجعوا بلدهم يبقوا مشهورين. يعني ميشيل فوكو وديريدا وجيل ديلوز كل دولت شهرتهم اكتسبوها في امريكا اكتر من بلدهم. طب اجمالا يمكن القول انه فرنسا لها خصوصيه ايضا في نفوس المصريين، ده صح؟ طبعا فرنسا لها خصوصيه دون عن بقيه دول اوروبا. انا بالطبع يعني حتى لاحظوها كتير. انا هنا بتكلم على المستوى الشعبي مش السياسي. انا بكلمك بقى على المستوى الشعبي انه في كان لينا زملاء باحثين في السديج وفي المركز الثقافي الفرنسي وفرنسيين وفي كاس العالم، فلاحظوا انه المصريين في القهاوي لما يكون في ماتش فرنسا بتلعب بيه ضد اي دوله ثانيه بيشجعوا فرنسا، كل المصريين بيشجعوا فرنسا. فده نوع برضه من العاطفه اللي بتربط المصريين بيه. تمام. طيب استاذن حضراتكم في الخروج الى فاصل، وبعد الفاصل الكثير من الافكار لا تزال بين ايدينا نطرحها ان شاء الله على ضيفينا بعد قليل، ابقوا معنا. اهلا بكم مجددا، ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام نتحدث او نبحث في طبيعه العلاقات المصريه الفرنسيه. اعود اليك هذه المره دكتور سعيد في سياق تاملنا للحاله الفرنسيه في اوروبا. احيانا تجد ان اوروبا تنظر لفرنسا على انها اوروبا القديمه، واحيانا يعني يكون بمثابه اتهام لها انه هذه الدوله ربما خارج النسق او خارج السياق الاوروبي المواكب لامور الحداثه او الفكر المتطور. هل تأملت في هذه المسألة وإيه رأيك فيما يمكن يعني أن يقدم لفرنسا في سياق هذا الاتهام أو هذا التوصيف؟
دائما فرنسا متمردة على السياسة الأمريكية حتى من أيام شارل ديغول عندما انسحب من حلف الناتو بشكل أو بآخر ولم يعود إطلاقا في زمن جاك شراك وإنما عاد في زمن ساركوزي. وفرنسا دائما متمردة بشكل ما وهي اصلا تعتبر الرمز السياسي لاوروبا في الاتحاد الاوروبي. طيب انا اسف ان انا قطعتك تاني معلش بس فكره التمرد وعدم الاتفاق مع السياسه الامريكيه يعني هيخلينا نفكر برضو للناس انه هذا الاتهام ايضا وجه لفرنسا اعتقد من الولايات المتحده الامريكيه في فتره الغزو الانجلو امريكي للعراق ربما كانت فرنسا غير راضيه عن بعض التوجهات. كلمه شهيره جدا نسبت الى رامسفيلد وزير الدفاع في ذلك الوقت بأن فرنسا يعني أوروبا القديمة وأوروبا الجديدة فده يؤكد تحليل حضرتك اللي بتذهب إليه. لكن في الواقع فرنسا رمز السياسي لأوروبا وتشكل مع ألمانيا القاطرة التي تجر الاتحاد الأوروبي إلى الأمام لكن هذا لم يمنع رامسفيلد وقيادات سياسية في أمريكا إلى اعتبار أن فرنسا يعني لا تسير مع صوبة العينين وراء الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك كان هناك بشكل أو بآخر تمرد من جانب فرنسا يقابله عناد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بس التوصيف ده يغضب الفرنسيين يا دكتور؟ نعم التوصيف ده يغضب الفرنسيين؟ لا يغضب إطلاقا بالعكس رامسفيلد قال أكثر من هذا عندما قال فرنسا لا تجيد إلا صناعة الجبنة فأفضل لها ألف مرة ما تعترض على الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره تعمل نوع من الجبنة جديد يعني هذا ما قيل في ذلك الوقت يعني وشبههم أيضا بالفئران الفئران يحبون الجبنة فالفرنسيين من وجهة نظره كانت هذه هي الفكرة السائدة على الأقل عند رامسفيلد وعلى ما يسمى بالمحافظين الجدد الأمريكان في ذلك الوقت لكن تظل فرنسا قوية جدا بكتابها بالقوى الناعمة الفرنسية التماثيل في كل مكان كل حارة كل شارع تجد تمثال لمولير فولتير يعني هذه أشياء يعكس الإنسان عن وصفها بشكل آخر وغير موجودة في واشنطن أو الولايات المتحدة الأمريكية لكن هناك منافسة خفية بين فرنسا وبين أمريكا أيهما من يعني واحدة منهم تريد أن تسيطر على هذا العالم العولمة أمريكية كان هناك حديث بشكل آخر عن فرنسا تحرك ما يسمى الأوربة لكن أوروبا كما تعلم الآن بعد استفتاء كاتالونيا أصبحت معرضة للتقسيم والتجزئة والتفتيت يعني أعتقد بشكل آخر فرنسا تعاني معاناة كبيرة جدا ولا تريد أن تسير مع صوبة العين كما قلت وراء الولايات المتحدة الأمريكية بالعكس أول زيارة قام بها ماكرون عندما استتب له الأمر وأصبح رئيسا كانت لألمانيا ودائما يتكلم عن أوروبا بأنها الولايات المتحدة الأوروبية أسودا بالولايات المتحدة الأمريكية إذن هناك تصور أعتقد أنه يسير مع ماكرون ومع ميركل تحديدا باعتبار أنه كما قلت القاطرة لتجر الاتحاد الأوروبي لكن المهم من سياق تحليل حضرتك أنه العلاقات الفرنسية الأمريكية ليست علاقات تبعية كطبيعة العلاقات البريطانية مثلا مع الولايات المتحدة الأمريكية في ممكن نسميها علاقات نديه يعني حضرتك اشرت انه فرنسا نديه في درجه فرنسا كبيره جدا من النديه لكن فرنسا لها اسلوب مختلف تماما يعني قد نقبل الفرنسيين لكن نقبل الامريكان بغطرستهم بهيمنتهم باشياء كثيره جدا لكن فرنسا مختلفه تماما لانها تدخل عن طريق القوه الناعمه عن طريق الكتاب عن طريق الفكر يعني تفتح مجال للحوار بشكل او باخر للامريكان نظام بوتش ونظام قوى ومصانع أسلحة إلى آخره وعولمة بمعنى الأمركة كل هذه الأشياء تجعلنا نكره الأمريكان لكن يعني نتودد في حديثنا بشكل بآخر مع الفرنسيين. دكتور أنور هل يعني فرنسا في عهد ماكرون كما ذهب دكتور سعيد مختلفة تماما عما سبقوا من رؤساء أو قادة لفرنسا بمعنى أنه الرجل بيطمح لدور ريادي أو قيادي أكثر وأكثر لفرنسا بالتعاون مع ألمانيا بشكل أو بآخر دكتور سعيد تحدث صراحة أنه فرنسا يعني تناطح أو الند بالند للولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر يعني هو
فرنسا عندها يعني نموذج تحب وتقدره يسمى السياسة الديجولية الخارجية مع الدول العربية، لأنه جنرال ديجول لما جه وبعد اتفاقية الجزائر استقلال الجزائر 62 اختط لفرنسا سياسة مستقلة على المستوى الدولي بعدم الانخراط في حلف الأطلنطي، وثانيا أنه ياخد سياسة متوازنة في الصراع العربي الإسرائيلي. هي حلف في النيتو، فرنسا مش حلف في النيتو؟ لا خالص، ما دخلتش إلا مع ساركوزي، ويعني إنما هو طول الوقت كان ديجول بتكلم على فترة شارل ديجول. ديجول حريص على إنها ما تدخلش الحلف، قاوم إنها تدخل ما بتدخلش الحلف، قاوم الموضوع ده وأخد يعني موقف معتدل في الصراع العربي الإسرائيلي ديجول. ومن ساعتها الناس بتعتبر إنه ده هذا الموقف المتميز عن التبعية الألمانية والهولندية والإنجليزية الأمريكا، إنه فرنسا يبقى لها كيان ولها اعتبار. وهذا الموقف الاستراتيجي يعني افاد فرنسا ما ضرهاش، بالعكس هي حاسه انها كده لها يعني مكانه لدى دول كتيره في المنطقه، ممكن الصراعات تخلي في نوع من الجفاء بينها وبين دول انجلترا او امريكا، فبتلجا لفرنسا. يعني ده بيساعد على مد جسور من التعاون بين فرنسا والدول المحيط العربي اللي حواليها، وبالتالي كان في حرص دائما على هذا، وشراك كان ايضا حريص يعني على الموضوع ده، بحيث حتى انه يجي يزور الضفه الغربيه ويمشي في وسط الفلسطينيين ويهتف معهم بشعاراتهم انه عايزين حقوق الفلسطينيين وهكذا. كل دي كانت حاجات ما بيعملهاش اي رئيس دوله تانية. ليه؟ ده مش معناه يعني ان الفرنسيين يعني بيموتوا في العرب، بس يعني معناه ان مختارين سياسه متوازنه حريصين عليها وما يحبوش يضحوا بيها. ده يعني ايه لكن في عهد ماكرون، في عهد ماكرون طموح ماكرون الصورة، يعني الراجل عنده أحلام كبيرة بالنسبة لفرنسا في الفترة القادمة أنه يكون دور ريادي ومؤثر. يعني مثلا ربما مش محل حديثنا، لكن هو شيء بشيء يذكر، يعني الراجل عنده طموح لدور ما في عملية السلام مثلا في منطقة الشرق الأوسط، دور طبعا ملف في غاية التعقيد، ويعني بقى له سنين ما تحلش. فرنسا تجدها مثلا تدعو لمؤتمر للسلام في الشرق الأوسط مثلا، يعني إلى آخر مثل هذه الإشارات. فهل فعلا طموح هذا الرجل أنه فرنسا لازم تاخد دور ريادي في المنطقة، ربما ينافس الولايات المتحدة بشكل أو بآخر؟ طبعا هو عنده هذا الطموح، لكن هو للأسف بيواجه بأنه سبقه يعني 10 سنين من حكم ساركوزي وحكم هولندا تخلي عن السياسة الديجولية المتوازنة في العالم العربي ودخول مع الناتو وتبعية لأمريكا، وبالتالي هو يعني فكرة انه يستعيد الموقف المتوازن اللي على ايام جاك شيراك صعبة شوية بالنسبة له، لكن هو بيحاول بالفعل انه يعني يبقى له او لفرنسا عن طريقه وضع سياسي خاص فيما يتعلق بالمشكلة السورية بالمشكلة الليبية، الا انه مازال يعاني من التضارب الموجود بشكل كبير في سياسات سابقية. يعني مثلا هو في شمال مالي وجنوب الجزائر في الفتره في المكان اللي هو والنيجر اللي هو مسيطر عليه تنظيم القاعده، الجيش الفرنسي هناك داخل حرب، والفرنسيين عارفين ان قطر هي اللي بتمول الجماعات الاسلاميه اللي هناك، لكن في نفس الوقت فاتحين الباب تحت دعوه الاستثمار لباريس ان قطر تشتري فيها اوتيلات وفرق كوره وحاجات زي كده، حتى بيناقشوا بصراحه على التلفزيون يعني على حول هذه الشيزوفرينيا الفرنسيه في السياسه الخارجيه، منين رايحين تحاربوا قطر في النيجر وبتستقبلوها كمستثمر في باريس. بالمناسبه البعض بيقول انه يعني اقتصاد قطر اقتصاد فرنسا يكاد يكون في يد قطر. طبعا ما هنا بقى يبقى انت لازم تاخد موقف واضح وخلاص يعني. فهنا نوع من التوترات برضو في سوريا، كان يعني مشكلة انه ايام فابيوس لما كان وزير خارجية في عهد هولندا كان حاطط يعني هدف فرنسا الاول هو الاطاحة بالاسد وبس، وعلى هذا الاساس ترك المساجد تدعو الشباب الفرنسي للذهاب للجهاد في سوريا اللي هم بقوا في داعش ورجعوا يعملوا تفجيرات بعد كده، ودفع فرنسا الثمن بعد كده بالظبط. فكل دي تخبطات في السياسه الفرنسيه نتيجه للتوتر الموجود. تقدر تقول انها تحديات بتواجه ماكرون دلوقتي. بالظبط، تحديات بتواجه ماكرون، ويعني قدامه صعوبات، لكن فيما يبدو من خلال تصريحاته ومحاولاته انه عايز يرد الفرنسا تاني دورها المتوازن. عظيم. هنا بتاتي اهميه مصر يا دكتور سعيد، اذا كان ده توجه فرنسا وتوجه ماكرون.
انه لابد أن يكون لمصر دور. ما جمع بين الرئيس سيسي وبين الرئيس ماكرون هو انفتاح مصر على العالم وانها تقف على مسافه واحده من الجميع، وان عندنا علاقات في مصر مع برلين لا تمنع علاقتنا بباريس ولا تمنع علاقتنا بموسكو وواشنطن. هذا الشيء اعتقد هو الذي جمع بين مصر من ناحيه وبين فرنسا من ناحيه اخرى، لان الرجل رجل وحدوي يتمنى ان يكون هناك لا امريكا ولكن على الاقل اوروبا، بدليل اول زياره بها كان لميركل دائما مع ميركل، ويتحدث عن الولايات المتحده الاوروبيه. كل هذا يتمناه ماكرون، لذلك اقترب كثيرا من الرئيس السيسي في هذا الشيء. اعتقد ان هذا رجل وحدوي وذاك وحدوي، بمعنى الرئيس السيسي اول مره نشعر منذ مده طويله بالحس العروبي. يعني لو تسالني دلوقتي ايه اللي بيحصل في اليمن هنعرف، انا نفسي هعرف كمواطن مصري، لان اليمن دوله عربيه بشكل او باخر، تونس كذلك دوله عربيه، الجزائر دوله عربيه. لكن قبل هذا ربما في الحكم السابق والاسبق الى اخره لم يكن هناك احساس بالعروبه على الاطلاق. الشيء نفسه بالنسبه لماكرون عندما يتحدث عن دول اوروبيه كثيره جدا، تجد هناك ناس اكثر تعاطفا مع هذا الرجل ومع سياسته الانفتاحيه. سياسة مصر انفتاحية على العالم كله، وسياسة ماكرون أيضا في فرنسا الانفتاحية، السياسة الخارجية تقف على مسافة واحدة من الجميع. أعتقد أن هذا هو الذي قرب بين الرجلين. لكنني كنت أود أن أشير إلى نقطة صغيرة جدا أشار لها دكتور أنور، بس عندي مثال صارخ جدا. سعد باشا زغلول عندما أرسل إليه ليحضر تحقيقا في وزارة الحقانية في ذلك الوقت، كان المحقق إنجليزي وهو بيتكلم إنجليزي والشعب بره هايج، فاستأذن من المحقق وقال له هروح أتكلم الشعب من الشرفة، فبص من الشرفة وقال لهم إيه أونافون أونافون، قال لهم بالفرنساوي يعني إلى الأمام إلى الأمام. لك أنت تتخيل رجل يتكلم اللغة الإنجليزية ويجلس مع حقاني مع فوزات الحقانية ويجلس مع محقق إنجليزي ويتكلم مع الشعب باللغة الفرنسية. إذا اللغة الفرنسية متغلغلة في الطبقة المثقفة بشكل عام، لأنه سعد باشا زغلول يعني كان له صولات وجولات قبل نفيه لمدغشقر وإلى يعني أعتقد الثقافة الفرنسية كانت متغلغلة داخل عدد كبير جدا، حتى أنه عباس العقاد كان يقرأ باللغة الفرنسية مع أنه راحش مدارس خالد، لكن هذا لم يمنع يقرأ اللغة باللغة الألمانية كذا قيل في ذلك الوقت، والإنجليزية والفرنسية أيضا. نحن من يتكلم اللغة الإنجليزية؟ الفرنسية لا، لا أحد. واللغة في الواقع هي وعاء، وعاء لثقافة لفكر. يعني احنا لا نتكلم عن لغة بحيث كلمات نرددها هنا وهناك، ولكن نتكلم عن الثقافة والفكر والحوار بشكل باخر. انت تتكلم عن الندية، فرنسا تشعر بالندية مع الولايات المتحدة الامريكية مع اي انسان اخر. لماذا؟ لانه ما دام هناك حوار اذا هناك احساس بالذات، واحساس بالذات يجعل هناك يعني الندية. طب فيما يتعلق بالندية عشان برضو نتخطى مسألة السياسة ديت، أصل طالما الشيء بشيء يذكر عشان نركز على الثقافة المصرية الفرنسية. هنا ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى فرنسا أكثر مما تخشى روسيا يا دكتور؟ أنا أعتقد في المجال الثقافي تخشى واشنطن من باريس، لكن المستوى العسكري ربما تعمل ألف حساب لروسيا، لأن روسيا لا يهمها مسألة الثقافة مثل فرنسا. يعني فرنسا تهتم كثيرا بالمدارس تتكلم الفرنسية بشكل أو بآخر في العالم كله، حتى في مصر. يعني بطرس غالي رحمه الله هو الذي أدخل مصر في فضاء الفرنكفونية، رغم أن احنا مش فرنكفونيين بمعنى ملتزمين باللغة الأخيرة، أدخلها أصبحت عضوا. أنا ربما لا أقصد المواجهة العسكرية المباشرة، ولكن أنا أقصد دور مؤثر. يعني مثلا على سبيل المثال أذكر في 2005 معبر رفح كان برضو لظروف ما بين حماس والسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، فأغلق معبر رفح بعد جهود حثيثة من الاتحاد الأوروبي وفي القلب منه فرنسا، افتتح المعبر. اللي أنا أقصده أنه دور فرنسا يكون مؤثر في السياسة،
هل الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من هذا الأمر؟ أو يعني تعمل حساب لفرنسا في هذا السياق؟ تعمل حساب لفرنسا لماذا؟ ليست فرنسا وحدها، ولكن فرنسا عن طريق الاتحاد الأوروبي. يعني أمريكا ليست عضوا وليست في قارة أوروبية، لكن تطلب أن يكون عندها مقعد مراقب في الاتحاد الأوروبي، تريد أن تعرف ماذا سيحدث. ماكرون يعرف جيدا أنه لن يقوى إلا باتحاده مع الاتحاد الأوروبي، وأن يظل في المقدمة بشكل أو بآخر. أعتقد أن كان هناك حديث بعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أنها ستتفسق أوروبا، إلا أن يعني فرنسا وألمانيا صمدتها بحيث تظل كما هي أوروبا حتى الآن. هناك حديث الآن بعد كاتالونيا في أسبانيا، وحديث عن يعني استفتاءات أخرى ستجري في خلال أسبوعين أو أكثر قليلا في إيطاليا، لكنها هناك تمسك كبير جدا من جانب فرنسا ومن جانب ألمانيا. لماذا أقول ذلك؟ لأن فرنسا تريد أن تفرض هيمنتها، لكن ليس كدولة، ولكن من خلال مجموعة عزيز. الاتحاد الأوروبي. طيب، النقطة الثانية على ذكر مالي والنيجر، زي ما قال دكتور أنور، استمعت لبعض المحللين السياسيين ربما يرون أن فرنسا تسعى لدور بين قوسين من الممكن تسميه استعماري أو هيمنة في هذه المنطقة، فهل ده وارد بالنسبة لا غير وارد هذا الكلام قيل من مصادر إنه فرنسا من الممكن تثير نزعات وفتن في هذه المنطقة؟ يعني هذا الكلام أثير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لكي تجعل العالم كله يكره إلى حد كبير جدا فرنسا، لكن فرنسا بعيدة تماما عن أن تعيد بشكل أو بآخر يعني فضاء الاستعمار في ذلك الزمان. يعني أعتقد أن فرنسا أكثر ذكاء، مش لازم تحتل. أنا فكرة التواجد أو الهيمنة لا يعني ليها أطماع توسعية في المنطقة دي، ده اللي أنا لا أعتقد. مجرد أن تقول أنها لا أطماع استعمارية أو توسعية، فأنت تتكلم عن استعمار جديد، الاستعمار الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن فرنسا أبدا ليست لديها هذه الرغبة على الإطلاق. حسن، حضرتك عايز تعقب على النقطة دي يا دكتور؟ لا، يعني هي فرنسا بلا شك حافظت على علاقات وثيقة بالمجال الإفريقي اللي هي كانت مستعمرة قبل تمام. كده علاقات تجارية واقتصادية فهي حريصة على بقاء هذه العلاقات، لكن ما فيش رغبة في الاستعمار ولا فرض هيمنة ولا فرض سياسات، لكن هي عايزة العلاقات. فكان في مشكلة عند الأمريكان إنها تريد خلخلة يعني وضع فرنسا المستقر في أفريقيا. منها مثلا انه لما قامت عمليات الارهاب في الجزائر بتاع الجماعات الاسلاميه المتطرفه، كان كلينتون ساعتها رئيس امريكا وكان مؤيد على اساس انه هنبدا كده فرنسا تتهزق بالظبط، وتبقى امريكا تخش تحل محلها في افريقيا. طبعا فرنسا لها مصالح، وبالذات في شمال النيجر، لانه فرنسا قوه نوويه كبيره جدا، والمناطق دي مناطق فيها مناجم يورانيوم، ولا يمكن أن تترك كده لأي حد ياخدها وحاجات زي كده. فهم موجودين هناك حرصا على مصالح. من هنا البعض بيقولك عايزة تستعمر، لكن مش هتستعمر طبعا. بس هي المسألة أنه يعني أنت برضو بنوع من المسؤولية، ما ينفعش تسيب منطقة كده متسابة لأي حد يخش بأي سلاح ويعمل أي حاجة وما تعرفش هيودي الحاجات دي فين. ومن هنا ده كان هنا تدخل عسكري طبعا. في ناس كانوا شايفين انه مثلا ايام تيران وايام شراك كانت فرنسا محافظة على الجانب السلمي عندها، انها تقول رأيها بالدبلوماسية لكن ما تبعتش قوات. ساركوزي اللي مع مشكلة ليبيا بدأ يبعت قوات، ودخلت فرنسا في حكاية انها تبقى طرف في حروب. حتى في حرب الخليج الثانية كان ايام رئاسة شراك وزير الدفاع الانجليزي قال غاضبا فرنسا دي دايما تخسر كل الحروب وتكسب كل المفاوضات. على اساس ان فرنسا دايما تتجه الى يعني التدخل الناعم اكتر منه التدخل العسكري. دلوقتي فرنسا بتدخلها العسكري فعلا، هناك حتى ناس معارضه بشكل كبير جدا لتدخلها في ليبيا وتدخلها في افريقيا، وبيطلبوا انه ما تدخلش، لكن هذا لن يكون بابا لاستعمار جديد. لكن هي ليها مصالح ومصالح حيويه، لازم تحافظ عليها وما تسيبهاش ان قوه ثانيه تهيمن عليها بالزبط. باي شكل. طيب، استأذنكم في فاصل آخر والحديث ممتد مع حضراتكم. فاصل آخر مشاهدينا الكرام ونعود إليكم بعد قليل، ابقوا دائما معنا.
أعود لحضرتك بعد الفاصل يا دكتور سعيد. هذه العلاقات القوية والراسخة الممتدة لسنوات وعقود، العلاقات المصرية الفرنسية وتحديدا في الجانب الثقافي، وجود مؤسسات في كلا البلدين للعمل على تدعيم هذه العلاقات، هل متواجد بقوة أو المؤسسات تؤدي دور فاعل؟ يعني على سبيل المثال أذكر المركز الفرنسي في مصر مثلا، الجامعة الأهلية في الفرنسية في مصر، منظمة الفرنكوفونية، كل هذه المنظمات وغيرها، حدود تأثيرها في دعم هذه العلاقات؟ يعني حدود كبيرة جدا، لكن للأسف شديد بعد انفتاح أوروبا بشكل عام، أوروبا الغربية على أوروبا الشرقية أصبحت جزء واحد، قلت ربما أو قل الدعم الفرنسي للفرنكوفونية في دولنا نحن. يعني إذا ذهبت إلى مدارس السيلهام كان قبل 20 عاما أو ربما أقل قليلا مدرسة فرنسية تعتبر هي الجوكر أو هي الأساس في المدرسة. أعتقد الآن يأتون بشكل أو بآخر بإنسان مصري يعني يعرف اللغة الفرنسية ليحل محل السيدة الفرنسية. إذن فرنسا لم تعد، كانت تعطي بعض المدارس ليسي يعني تعطيها أموال كتب إلى آخره، لا تعطي هذا ولا ذاك، وكان هناك حرص من جانب هذه من فرنسا على أن يكون هناك رحلات سنوية تنفق عليها السفارة الفرنسية في مصر لكي تربط الطالب عندما يكون في إعدادي أو ثانوي بالثقافة الفرنسية بشكل عام. اليوم لم يعد هناك إطلاقا هذا الشيء، ونحن نفسر هذا بأن السبب في ذلك هو اهتمام أوروبا الغربية بأوروبا الشرقية أو العكس. فيعني أعتقد أن هذا جاء على حساب امتدادات هركات التي كانت موجودة في بلادنا. لكن على حال أعتقد حتى الآن رغم ضعف الاهتمام إلا أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية جدا، وبعض الناس يحاولون تقويتها بشكل بآخر. ثم جاءت زيارة الرئيس مؤخرا إلى ماكرون وفتح تدشين صفحة من العلاقات الثقافية أو العلاقات الثنائية بالأحرى العميقة جدا بين البلدين، أدت عكسا هذا على المدارس وعلى الجامعات، كما قلت جامعة الفرنسية، جامعة سانجور في اسكندرية، الفرنكوفونية نفسها مقرها بشكل بآخر هنا، وكان هناك الدكتور بطرس خالص يعني مفدا أو يعتبر هو رئيس الفرنكوفونية. هذا تكريم من جانب فرنسا لشخص بطرس غالي، وكان حتى في منزلي لا يتكلم إلا الفرنسية، فاللغة الفرنسية كانت في دمي بشكل بآخر. ثم إنك لو عدت لمؤلفات طه حسين سجد حديث مطول عن فولتير في أكثر من مكان، باعتبار أن اللغة الفرنسية احنا نسمي اللغة العربية لغة الجحظ مثلا، لكن دائما يسمون اللغة الفرنسية لغة فولتير. تمام. رأيك أيضا يا دكتور أنور في طبيعة الدعم المؤسسي للعلاقات المصرية الفرنسية تحديدا الجانب الثقافي، هل القصور حادث بسبب عدم وجود تمويل زي ما أشار دكتور سعيد من قبل فرنسا نفسها؟ هو فرنسا كانت رائدة في على مستوى العالم في اكتشاف التأثير الاستراتيجي للقوى الناعمة. ففرنسا هي اللي بدأت بفكرة أنه يبقى فيه مراكز ثقافية ملحقة بالسفارات في الدول المهمة اللي هو المركز الثقافي الفرنسي، يعني صاحبة السبق في ابتكار بالضبط انه يبقى هناك واجهة ثقافية تعرض ثقافة البلد في البلد المضيف، بحيث الناس تقدر تخش تتفرج على افلام، تقرا كتب في مكتبة، في مسرحيات تيجي او مغنيين. هي بدأت بحكاية المركز الثقافي الفرنسي، ثم اكتشف يعني الدول الاخرى انه المردود الاستراتيجي والسياسي لهذه المراكز الثقافيه كبير، فبدات بالضبط بدات المانيا تعمل معهد جوتا ومعهد سيربانتس الاسباني والمركز الثقافي الايطالي، مركز الثقافي الروسي، وهكذا. ده كان تقليد للتقليد اللي بداته فرنسا. طب كويس المعلومه ده والله يا دكتور. لا طبعا، ما هو بس اللي حصل بقى انه يعني في عهد ساركوزي كان عنده منطق شويه في النظر للأشياء من منظور مادي بحت، بمعنى المركز الثقافي ده أنا بصرف عليه كل سنة 3 مليون يورو ما بيجيبليش حاجة، فيبقى ملوش لازمة.
يعني ده تقريبا كانت المنطق اللي حكمه. بس الثقافه ما بتتقاسش كده يعني، هي اتقاست كده بقى للاسف. فده خلى انه كان في اظن حوالي 87 مركز ثقافي فرنسي على مستوى العالم نزلوا بقوا 50، وكان في حوالي 30 معهد جوتا طلعوا بقوا 50. يعني الالمان بيتقدموا في المراكز الثقافيه والفرنسيين بقوا يتراجعوا. وده غريب مع انه مع انه حضرتك ودكتور سعيد اكدتوا مرارا وتكرارا ان فرنسا بتجيد تسويق نفسها ثقافيا. اه طبعا، ما هي طول عمرها كانت كده، بس هي الفتره الاخيره بدات فكره حساب يعني هو النشاط ده هيجيب كام، رغم النشاط ممكن يجيب اكتر من كده بس ما بتتقاس بالفلوس يعني. لكن هو ده بقى منطق يسود شويه، وده بسبب الليبراليه الجديده والنزعه الماليه المسيطره على الاقتصاد. لكن ايضا يعني في اتجاه الى انه في فرنسا يعني كان بطرس غالي في احد مؤتمرات الفرنكوفونية بيقول انه جمع من كل البلاد العربية كم طالب بيتعلم في اللغة الفرنسية، فطلع 25% من طلاب العرب بيتعلموا لغة فرنسية سواء لغة اولى او لغة تانية. كم طالب فرنسي بيتعلم اللغة العربية؟ اقل من 1%. وهنا كان بيندد انه يعني لازم يرجع نوع من التوازن، خصوصا وانه حتى لو في فرنسا واحد فرنسي عايز يتعلم عربي ما بيلاقيش مدارس. صحيح هو هناك العربية لغة تانية، بس عشان انت في مدرسة يعملوا فصل واحد على مستوى باريس، فانت عايز تتعلم عربي تركب مواصلات تحضر الحصة وترجع تاني. لا ما فيش تواجد مؤسسي هناك برضو مصري عربي يعني، مثلا الازهر الشريف مثلا؟ لا ما هو في مدارس او لا، الازهر الشريف ملوش، لكن في معهد العلامة العربي، وفي طبعا اي جمعيات اسلامية ممكن تعمل مدارس للتعليم العربية. بس هو عايز يقول انه على مستوى الدول لازم يبقى في نوع من المعاملة بالمثل. اذا كنا احنا بنعلم ولادنا لحد 25% يتعلموا فرنساوي، انتوا على الاقل علموا 5% من ولادكم عربي يعني العربيه. لكن حتى هذا لم يتحقق. فده يعني بس اعتقد ان العرب معنيين بيه اكتر من الفرنسيين يا دكتور انور. كويس، ما هو طبعا العربي ممكن يبقى معني بيه، بس هو في جميع الاحوال طالما المواطن بقى فرنسي سواء من اصول عربيه ولا من اصول اوروبيه خلاص بقى هو مواطن فرنسي، ولازم يلاقي الخدمه الدوله موفرها له. فهو بيقول حتى اللي نفسه يتعلم بيلاقي الدولة مش موفرة له، ويضطر بقى يدور على درس خصوصي أو على جمعية أهلية. فهو كان بطرس غالي بيطالب بأن الدولة ملزمة بأنها تتيح فرص أكبر لتعلم العربية في برنامجها التعليمي. تمام. وده هنا بيوضح يعني قد إيه مسألة الثقافة زيها زي السياسة لازم تخضع لنوع برضو من المفاوضات، ونوع من انه لما احنا بنسمح لكم بكذا وكذا انتوا المفروض تسمحوا لنا بهذا الامر. حاجة تانية احب بقى اشير اليها، هنا في المركز الثقافي الفرنسي اللي هو اسمه دلوقتي بقى المعهد الفرنسي، في عندهم برنامج ترجمة اسمه برنامج طه حسين، هو عبارة عن كتب فرنسية، هم يعني حريصون على ان تكون في يد القارئ العربي، فبيعرضوها علينا وعلى دور النشر الخاصة. لو اخدتوا اي كتاب من دول تترجموه هندفع لكم 50% من التكلفة. وده بيشجع كتير من دور النشر انها تختار من بين هذه الكتب طالما هياخدوا منحة لترجمة الكتاب. هذا غير موجود في مصر. عايزين في مصر برضو نخصص يعني اموال للتوجه بها للناشرين الفرنسيين، انه يبقى احنا عندنا قائمة كتب مهمة لطه حسين، لتوفيق الحكيم، لخالد محمد خالد، اي يعني حد من كبار مفكرينا، ونقول لهم هذه الكتب لها دعم، لو حبيتوا الترجمة للفرنسية هندفع لكم جزء. هذا الدعم موجود في وزارة الخارجية الألمانية والإيطالية والأسبانية والفرنسية، مش موجود في وزارة الخارجية المصرية. فنتمنى أنه فكرة دعم حضورنا الثقافي في بلاد الآخرين ما نبقاش بس مجرد مستقبلين، بل يبقى لنا تواجدنا، أنه ده يعني يحظى بالاهتمام ويحظى بالدعم المادي. والمسألة مش رفاهية زي ما حضرتك بتقول، لانه مردودها ربما يتخطى حدود انجازات سياسيه كتيره. طبعا مثال بسيط، حتى احنا دايما نشتكي من اساءه الاعلام الغربي لصوره العربي، وفعلا عندنا حق في ان احنا نشتكي، بس يعني ازاي هم هيعرفوا يعني صوره العربي الحقيقيه الا من خلال انتاجه الفكري والادبي. فاحنا مفروض بنترجم الحاجات دي عشان الناس لما تقرا
تعرف ان الاعلام بتاعهم ده بيقول اي كلام، لانه الكتب بتقول حاجه تانية. هنا الثقافه ما بتبقاش قوه ناعمه، بتبقى قوه ثقيله. بالظبط، قوه ثقيله جدا يعني بالفعل يعني. طيب لكن مع وجود ماكرون الصوره اختلفت شويه، فكره ان هو يعني بدا ينفق شويه على المؤسسات الفرنسيه، ولا لسه كما هي بحاجه الى دعم المؤسسات الفرنسيه الموجوده في مصر؟ لا ما زالت بحاجه الى دعم. هو بس ماكرون هو نشا في مواجهه صدمه صعود اليمين المتطرف، واليمين المتطرف هناك مش بس بيكره العرب اللي بره فرنسا، بيكره اكثر العرب اللي جوه فرنسا. والكراهيه دي يعني مشكله بالنسبه للمجتمع الفرنسي مش بس للعرب اللي هناك، لانه انت دلوقتي عندك 13% من الاطفال بيولدوا في فرنسا من عائلات عربيه فرنسيه، يعني احد الطرفي العائله ام عربيه واب فرنسي او العكس. فالولد طالع مزدوج الثقافه بطبيعته، بطبيعته العائليه. مش واحد مهاجر جاي من شهرين هنقول له ارجع، ده واحد خلاص ده يعني سنين، هو نص فرنسي ونص عربي. وبالتالي ما ينفعش الطريقه الديماجوجيه، العرب يلا اطردوهم، خلاص ده بقى جزء اساسي من الشعب الفرنسي. فالفكر اليميني ده عقبه امام ماكرون. بالظبط، فهو ماكرون كان عايز يهدي هذه النزعه العدائيه لكي يعني ياتي بالسلام الداخلي للمجتمع الفرنسي تاني. يعني نخف بقى بالنبره اللي بتقوم الناس على بعض جوه البلد. فهو عنده هذا الميل. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك اشرت يعني انه بقى في اتجاه انه عايز فرنسا تلعب دور ويبقى لها حضور عالمي. وهذا الحضور الدولي على مستوى السياسه لن ياتي الا ايضا بدعم المؤسسات الثقافيه في الخارج. ونامل انه يعني ايه هذه المؤسسات تلقى مزيد من الدعم. بيستوفي هذه المساله ايضا العرب المغاربه، يعني ايضا مؤسساتهم الثقافيه بنفس الحال عندنا، ولا عندهم مؤسسات اكثر نشاطا؟ لانه ما اعرفش، في انطباع سائد كده انه المغرب العربي متواجد بصوره اكثر من المصريين في فرنسا. اه متواجد بصوره كبيره جدا، ده لقرب الموقع الجغرافي مثلا. اه طبعا، والعلاقات القديمه بتاع الاستعمار، انه يعني حتى في عائلات كانت مقيمه من ايام الاستعمار واولادها موجودين الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث، فموجود عدد كبير جدا. لكن مع كامل احترامنا وتقديرنا طبعا لاخواتنا العرب، دكتور سعيد اكد انه المصري ليه خصوصيه هناك او ليه مكانه مميزه. اه طبعا، ما هو دكتور سعيد طبعا دي بنلاحظها في الاعلام، حتى انه اي جريمه بسيطه خفيفه، حد سرق موتوسيكل ولا مش عارف ايه، ما بيبقاش في اسماء مصريين في في حين انه اسماء يعني فرنسيين من اصول عربيه بتيجي كتير. وده يعني مش غلطتهم، لان هم موجودين برضه في ظروف احياء يعني عشوائيه، او ما فيش اهتمام من الدوله بيهم، او ما بيتعلموش كويس. يعني دي مشكله الدوله الفرنسيه لانهم مسؤولين منها. طيب مش مشكلتهم فهم. فيما يتعلق بعمل المؤسسات الثقافيه في هذه الدول العربيه اكثر نشاطا من المؤسسات اللي عندنا؟ لا، هو طبعا هناك بقى المؤسسات اللي موجوده سواء التونسيه والجزائريه والمغربيه هي يعني مؤسسات لها طابع طائفي شويه، بمعنى انه يبقى في رابطه للعمال الجزائريين بس، لكن ما هياش عمل عربي يعني مخصصه لعرض الثقافه العربيه على الفرنسيين. مش عمل عربي جامع يعني، ولا عربي جامع ولا مواجهه للفرنسيين، لكن هم بس مكان يجمعهم بينهم. اهلا بيك في جامعه الدول العربيه. حتى انه بيلاحظ انه يعني الفروق اللي موجوده في بلادهم بتنتقل لفروقهم في فرنسا. انه جامع باريس يصلي فيه الجزائريين ولا واحد مغربي يروح يصلي فيه. انا بقول لحضرتك حال العرب بالظبط، لازم يبقى في جامع تاني للعرب المغاربه. انما دول يعني يتعاملوا من نفسهم انهم مسلمين فرنسيين فيصلوا في اي جامع، لا، تفضل برضو الخلافات القديمه حاملينها حلنا جواهم، حالنا معانا في اي مكان. بالظبط، هي طبعا كانت الفكره بتاعه الاندماج والاستيعاب، انه الجيل الاول بيبقى غريب شويه عن الثقافه اللي راح يشتغل عندها دي ومش مستوعبها، لكن الجيل الثاني اللي بيتعلم في مدارسهم خلاص بيتحول لفرنسي. وده كان صحيح بيحصل، لانه مجرد الولد دخل المدرسه وبعد كده دخل الجيش وبعد كده دخل لقى شغل واتجوز واحده صديقه فرنسيه، خلاص ما بقاش عنده الانشطار الثقافي ده. تمام. لكن نظرا لتقاعس الدوله في انها توفر فرص عمل وتعليم لابناء المهاجرين، اصبح حتى الجيل الثاني برضو عنده غربه عن المجتمع الفرنسي. عظيم. بمناسبه العمل العربي المشترك دكتور سعيد، هل تعتقد انه هنا جامعه الدول العربيه معنيه برضو بشكل او باخر في العمل المؤسسي لدعم الثقافه العربيه الفرنسيه بشكل كامل؟ انا لا اعتقد ان هذا وارد الان، لكن ينبغي ان تقوم جامعه الدول العربيه خصوصا
انه لها في فرنسا مثلا مكتب تابع لها ترسل شخص بشكل بآخر تونسي. مرة كان هناك شخص يرحمه الله اسمه حماد الصيد، ثم جاء شخص لبناني بعده. يعني أعتقد بشكل بآخر كان لابد وما تزال جامعة الدول العربية مدعوة لأن تقدم الكثير، لكن المؤسف أن جامعة الدول العربية حتى في الدول العربية نفسها لا تفعل أي شيء. يعني مثلا هناك قضايا كثيرة جدا، قضية مثلا خلافاتنا مع قطر، هل صدر بيان من الجامعة العربية وضح موقف الجامعة العربية نفسها؟ لم يصدر أي شيء. لذلك يقال إنها جامعة مش جامعة الدول العربية، جامعة أبو الغيط، لأنه لا يهتم إطلاقا لا بهذا ولا بذاك. يعني عندنا قضايا كثيرة، جامعة الدول العربية لا تقوم بدورها أساسا في الدول العربية، فناهيك عن إنها تقوم بدورها من خلال مكاتب تابعة لها. بس احنا هنا بنتكلم على الجانب الثقافي مش السياسة وتعقيداتها وإشكالياتها. ثقافي أو سياسي يعني محتاج، يعني ربما سياسة فيها إشكاليات وتعاقدات وحسابات كثيرة جدا، لكن لا تفعل أي شيء. جامعة الدول العربية لم تفعل أي شيء على الإطلاق طوال 20 عاما أمضيتها في باريس، لم تفعل أي شيء من خلال المكتبة الموجودة هناك. أيوة، بس للأمانة ربما المسألة تتخطى وجود الأمين العام الحالي، يعني المشكلة دي ربما ضربة بعمق تاريخ العرب ووجودهم. يعني المكتب موجود من زمان لكن لا نشاط ثقافي له على الإطلاق، بدليل كنت أقوم ببحث اسمه مكتب إيه يا دكتور؟ مكتب جامعة الدول العربية في باريس. يعني ذهبت إلى هناك كنت أعدي بحثا عن جامعة الدول العربية، تصورت خطأ أن هناك مكتبة وهناك ولا لم أجد أي شيء. يعني مجموعة موظفين لا أكثر ولا أقل يكلفوا من قبل الأمين العام في ذاك الوقت، كان الدكتور عصمت عبد الجيد عندما كان أمين عام لجامعة الدول العربية، لكن لم تفعل أي شيء. لا وجود للثقافة إطلاقا في المنطقة العربية، لابد أن نكون يعني واضحين تماما. المكتب لا أحد يهتم بالثقافة، المكتب أو المقر موجود ما فيش مشكلة في المكان والموظفين موجودين، لكن لا وجود للكتب ولا المكتبة ولا أي أساس. ده الجانب الأصعب موجود، يعني فكرة الجانب الأصعب موجود لكن الجانب السهل غير موجود، لأنه يعني نحن في حاجة لأن تكون هناك فلسفة أو استراتيجية أو رؤية أو رؤية، لكن هذه غائبة تماما عنا. وهنا علامة استفهام كبيرة برضو على يعني دور جامعة الدول العربية في دعم هذا المجال. فاصل أخير، وبعد الفاصل بعض الأفكار الأخيرة يعني نلمن بها مجمل ما تفضلت به حضرتك دكتور أنور في هذا السياق. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود إليكم. أهلا بكم إلى الجزء الأخير في حلقة الليلة. أعود إليك هذه المرة دكتور أنور، هنكسر عادة الرجوع لدكتور سعيد. لعل حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة قليلون ربما يلتفتوا إليها، فكرة عدم وجود أفلام فرنسية أو منتج فرنسي درامي أو ثقافي موجود على الشاشات العربية أو الشاشات المصرية بشكل من الممكن أن هو يعرض الثقافة الفرنسية لجموع الناس ليس فقط النخبة. وهنا أعيد طرح الفكرة على حضرتك، السبب إيه وشايف إمكانية يعني التغلب على هذه المسألة إزاي، وإيه أهميتها أو تأثيرها فعلا إذا كنا نرغب في عام مخصص للثقافة الفرنسية في مصر؟ هو طبعا يعني تخصيص عام للثقافة الفرنسية المصرية أو للثقافة المصرية مع أي ثقافة تانية بتبقى مناسبة أولا لزيادة التعارف بين الدول، ثانيا لاستغلال الفرصة دي في إنشاء يعني مؤسسات باقية ودائمة، ما يبقاش مجرد احتفالية خاصة بسنة وتنتهي، إنما يعني نبدأ نفكر سويا في إن احنا نعمل مؤسسات سواء هنا أو عندهم في فرنسا، تبقى مؤسسات دائمة العمل. فمثلا يعني احنا هنا عندنا مشكلة في التعرف على الإنتاج الفني لشعوب كتيرة، السينما الأمريكية مسيطرة على كل السينمات، ولو سايبين الأمر للسوق هيفضل الوضع كده. نعمل إيه؟ أنا مثلا في باريس لو عايز أشوف، لو سمحت لي يعني، ما هو برضو فكرة لو سايبين الموضوع للسوق، فجأة كده لقيت الدراما التركية ظهرت شوية، الدراما الهندية
وشويه برضو دراما الصينيه، ومش بعيد كمان شويه تلاقي الدراما الافغانيه موجوده برضو على الشاشات. يعني انا قصدي انه الدراما الافغانيه في الواقع مش يعني انا قصدي انه معطيات السوق. طب ما فين الدراما الفرنسيه؟ يعني اكيد هي احسن حالا من الدراما الهنديه مثلا. تلاقي مثلا مسلسل حوالي الحلقه كلها بتدور في كلمتين او مشهدين مثلا، فاكيد الدراما الفرنسيه افضل حالا بكتير جدا. يعني هو يعني دلوقتي حضرتك انه لما الواحد بيكون موجود في باريس وعايز يشوف فيلم كوري، صيني، ياباني، كازاخستاني، مصري، بيلاقي في سينمات مش كتيره، لكن عندك امكانيه انك تشوف لو انت حابب تشوف. المشكله هنا لا، مفيش. يعني ده بيتم اما بقى في يعني نوع من دعم فرنسي مصري مشترك لعروض افلام تبقى مخصصه في يعني سينمات مخصصه لعرض افلام الشعوب الاخرى، بحيث اللي عايز يشوف فيلم الماني ولا فيلم دنماركي ولا فرنسي يبقى موجود. وهنا الدوله لازم ايه تلعب دور في انه تتاح ثقافات الشعوب الاخرى، لان دي مساله بتبقى مفيده اساسا في توعيه الشعب المصري. انا مره ثانيه انا اسف انا بقطعك، بس انا قصدي ان انا اكد على نقطتي ان المساله هنا ربما تكون فرنسا معنيه بالازمه دي والمشكله دي اكتر من غيرها. انه مش فكره بس عرض وطلب في السوق، اذا ارادت ان تتواجد فرنسا بعملها الدرامي هتتواجد. اظن كده وحضرتك برضه صحيح، بس هي يعني. هي فرنسا نفسها بتشتكي من سطوه الافلام الامريكيه في فرنسا على الافلام الفرنسيه في فرنسا نفسها. في فرنسا نفسها حتى اصحاب دور العرض الفرنسيين مش عايزين يعرضوا افلام فرنساوي لانه الافلام الامريكي بتكسبهم اكتر. فاضطروا فناني فرنسا يتضمنوا ويعملوا حاجه اسمها الاكسبسيون كولتوريل، اللي هو الاستثناء الثقافي، يعني ان احنا نطلع المنتجات الثقافيه زي الكتب والافلام والمسرحيات واللوحات التشكيليه من اتفاقيه الجاد بتاعه السوق، انها ما تبقاش سلعه. وبالتالي طلعت فرنسا قرار بانه كل دار عرض ملزمه تعرض 30% من افلامها تكون فرنساوي في السنه. وكده حتى صاحب الدار لو شايف انه في فيلم امريكي، لكن لازم الاول يخلص الكوتا بتاعت السينما الفرنسيه. لانه لو سيبنا الموضوع لرغبه بس صاحب الدار العرض، يبقى في الحاله دي السينما الفرنسيه هتنتهي وتضمحل. فده شكل من اشكال يعني السياسات الثقافيه للدوله ازاي بتقدر تتدخل عشان تحمي انتاجك الخاص، وتحمي كمان فكره التنوع والتعرف على فنون الاخرين. ونحن نريد يعني هذه الرؤيه في اداره الثقافه عندنا، في ان احنا ازاي يبقى عندنا منافس مفتوحه لكل الناس اللي تتعرف على الانتاج الفني لمعظم الشعوب. طيب اتفضل، في حاجه حركة هو يعني الحاجه الثانيه انه الموضوع ما يبقاش في السينما بس. طبعا فرنسا معروفه بريادتها في مجالات اخرى كثيره زي الفنون التشكيليه وزي المسرح وزي الموسيقى وزي الحاجات دي. فاحنا بس يعني على الدراما يعني هي لغه العصر، هي الاسرع دلوقتي الوصول بس هو الدراما اللي من الناس مظبوط، لكن صعب ان انت تدعو قطاعات كبيره جدا من المجتمع المصري ان انتوا تروحوا تتفرجوا على متحف مثلا في بعض اللوح الفني التشكيلي او ما شابه. ربما ده يعني جمهوره مش كبيره. لا حضرتك جمهوره مشكله انه طالما ما بيتعرضش الناس بتنسى اصلا الموضوع. وانا لو قالوا لي بكره في فيلم فرنساوي مش هروح برضه، هكسل لان مش متعود. لكن اصلا فكره انه موجود وهناك امكانيه للوصول بتخلق جمهورها. فلو اكتفينا بس بالدراما التلفزيونيه، الدراما التلفزيونيه الفرنسيه ما هياش يعني بديعه قوي، المكسيك حتى يعني اكثر تقدما منها في الدراما التلفزيونيه. لكن السينما الفرنسيه ما زالت سينما يعني حيه عندهم ماردان كان بالظبط، وبعدين منتشره في اوروبا وممكن يبقى لها سوق هنا، لكن للاسف ما يعدي سنه كامله ما نشوفش فيلم واحد فرنسي معروض. طيب قبل ما نروح للدكتور سعيد وكلمنا على الجانب المصري، فكره هنا الاعلام ممكن يكون له دور مهم في المساله دي، وخصوصا ان احنا لسه قدامنا مثلا سنه كامله اهوت زي ما حضرتك بتقول نبدا نفكر نشتغل بشكل مؤسسي. الاعلام ممكن يكون ليه دور فعلا في عرض المنتج الثقافي الفرنسي، وهنا بتكلم بشكل خاص عن الدراما. بمعنى ان احنا نبدا نفكر في برامج معينه تعرض على الشاشات المصريه وخصوصا الشاشات الحكوميه او التلفزيونات الحكوميه، برامج تعنى بالثقافه الفرنسيه الى اخر كل هذه الافكار، ولا ده مش مطروح او الزمن تجاوز ده؟ لا بالتالي هو يعني مطروح، بس هو يعني المفروض انه الثقافه المستقبله هي اللي تحدد هي تحب ايه.
يعني انا ما اقدرش برضه اروح على فرنسا واقول لهم اعرضوا لي الفيلم ده. لا انا فرنسا دكتور سعيد هتكلمنا عليها، انا بتكلم عليها احنا في مصر. ايوه ما انا قصدي بس انه ايه، يبقى احنا في النهايه اللي بنحدد وبنختار، لان احنا برضه اللي عارفين ايه الافلام او المسلسلات او الكتب اللي نحب نترجمها او كده. يعني في النهايه فرنسا بتنتج، واساسا القوى الناعمه حينما تنتج لا تنتج لمخاطبة الخارج، هي بتنتج اساسا للمجتمع. يعني مزاروة لبيتهوفن ما هي قوة ناعمة كبيرة لألمانيا، لكن هم اساسا ما عملوش ده عشان يزودوا هيمنة ألمانيا على العالم، عاملينها للشعب الألماني بس، نظرا لان هم بيعملوها بصدق الشعوب شافت فيها انه ده فن عظيم. فاحنا لو عايزين نزود قوتنا الناعمة او فرنسا عايز تزود بتنتج لنفسها، فبيطلع فن راقي، فاحنا بنبقى اصحاب طلب عليه. عظيم. فيما يتعلق بتواجد المصري او تواجد الثقافه المصريه في فرنسا دكتور سعيد، بالمناسبه يعني حجم الترجمات الفرنسيه للكتب العربيه او الابداعات العربيه جيد ولا حضرتك شايفه ازاي؟ لا يعني ضعيفه جدا جدا، اعتقد الترجمات لا تكاد تكون موجوده اطلاقا. يعني كل سنتين بيتعمل معرض كبير تابع للمعهد العالم العربي، وكنت التقي بالفيلسوف الراحل عبد الرحمن بدوي هناك، لكن اطلاقا لم تجد ترجمات مهمه جدا، لانه حتى الشغل بشكل مؤسسه في مصر يعني لم يعرض كتب معينه زي كده نجيب محمود او مثلا لعميد المسرح توفيق الحكيم الاخر مثلا، او طه حسين باعتبار طه حسين ابن هذه الثقافه، لا هذا ولا ذاك. انا اعتقد انها ضعيفه جدا جدا، وهي محاولات فرديه، ولم يحدث ان هناك يعني عمل مؤسسه بشكل او باخر لترجمه عربيه معينه، بمعنى انه اليوم مثلا هناك كتب معينة تترجم، أو خذ هذا الكتاب، أو زي ما الدكتور أنور أشار تدفع 50% وندفع ونشجع، هذا التشجيع غير موجود، والإعلام يعني لم يجد أي شيء يكتب عنه. لكن حضرتك عندك منتج فعلا جيد يتم تسويقه بالنسبة للفكر الفرنسي والعقلية الفرنسية، ولا هتدور في تراثنا منتج دكتور زكي نجيب محمود؟ لا ندور عندنا مثلا ولا يعني كتابات عن الإسلاميين بشكل عام، لأنه أول فجأة بعد حكاية يعني أسامة بن لادن وقاعدة يعني كثر الحديث عن الإسلام وبدأوا يقرؤونه. وأنا مرة التقيت بعبد الرحمن بدوي قبل أن يموت طبعا، وذهبنا لمكتبة جيبير جون موجودة في الحي اللاتيني هناك في شانزليزيه، وقال لي الكتب اللي موجودة إيه عن الإسلام باللغة الفرنسية، جاب لي كتب حتى، وقال لي كلها كتب يزارية من وجهة نظره يعني. يعني حتى الإسلام الحقيقة لم يعرف، يعرف بشكل جيد، وترجمات ضحلة جدا ودعمها قليل، ودول عربية يعني أو بعد دور ناشر هناك دار ناشر سنسين ديباد إلى آخره تهتم كثيرا بالمتنبي، تهتم بترجمات معينة، لكن ليست بدرجة كافية. طيب نفس الحال بالنسبة للدراما المصرية يا دكتور، يعني في تواجد حضرتك مثلا في فرنسا كان في افلام، لا الدراما المصرية غير موجودة اطلاقا، مفيش يعني افلام بتعرض هناك ابدا اطلاقا. على راي دكتور انور زكات الافلام الفرنسية نفسها بتعاني من هيمنة الافلام الامريكية للاسف الشديد، مفيش تواجد خالص بالنسبة للافلام المصرية، مش موجودة. يعني لو جاء عادل امام يعمل مسرحية، جاء مش عارف مين، يعني قد تكون يعني فرح كبير جدا عند العرب، لكن في الواقع غير موجوده، لا دراما، والترجمه ضئيله جدا، وكلها محاولات فرديه. طيب عموما لعل تاكيد حضرتك وكلام دكتور انور ممكن يمثل يعني بمثابه جرس انذار او تنبيه لفكره انه اذا اردنا عام مميز للثقافه الفرنسيه في مصر او تعاون ثقافي مثمر، فلابد ان نعد العده من الان. صح. بشكل ممنهج وبشكل طبعا مؤسسي. أشكركم شكرا جزيلا دكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، شكرا جزيلا لك دكتور. خلص شكرا لك دكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات السياسية الدولية، شكرا لك دكتور سعيد. شكرا. أشكركم في ختام هذه الحلقة مشاهدينا، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة معكم مع الناس، إلى اللقاء.